دكتور محمد بلغيث، استشاري أمراض وقسطرة القلب في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني في الرياض. موضوعنا اليوم عن التدخين. للأسف الشديد أنا كطبيب قلب أنا بحذر من التدخين، يعني التدخين صار مشكلة عويصة ومنتشرة ومتفشية في مجتمعاتنا، خصوصا في الجيل اليونج بيبل، يعني التين ايجرز. للأسف الشديد أثناء الامتحانات تشوفهم عند المدارس يتبادلوا السجاير أو السجارة، بعض البنات للأسف صغار في السن بدأوا يدخنوا. مشكلتنا مع التدخين، يعني كثير من الناس يقول ليش بتدخن يا ابني ولا بنتي، يقول لك عشان الزهق، عشان طفشان، عشان أتسلى. مشكلتنا مع، احنا بنوصيكم كأطباء قلب، بنشوف مصايب من التدخين، يعني كثير بيجونا بجلطات في القلب، أولاد كثير، أولاد مش بنات، أكثر الجلطات في القلب اللي شفناه في الرجال وصغار السن في الثلاثينات وفي آخر العشرينات. يعني للأسف الشديد لما بيجي بجلطة أو بيموت موت الفجأة، هذا شيء ما هو كويس، يعني فقدان على العائلة على المجتمع. فأنا أعتقد أنه ننتبه كثير من التدخين. التدخين مضر جدا، بيساعد في سرعة ترسب الكوليسترول على الشريان التاجي، من العوامل المهمة في وجود جلطات وحدوث جلطات القلب والأزمات القلبية والذبحات الصدرية في صغار السن. هو ده أغلب الدول الآن الويسترن، إذا احنا بناخذهم كموديل الدول الغربية الآن، حتى في تحذير عن أماكن التدخين، ما عمل هذا الشيء من فراغ إلا أنه أثر على المجتمعات. فمن هذا المنبر احنا بننصح الناس أنهم ينتبهوا لنفسهم ولصحتهم. الأماكن اللي فيها تدخين كثير، يعني المفروض الواحد ما يجلس فيها، وحتى مريض القلب يعني بننصحه دائما أنه ما يكون، يعني يحاول يوقف التدخين بأسرع وقت ممكن، وإذا اضطر أن يكون في مكان فيه تدخين، خصوصا مريض القلب والناس اللي مركبين دعامات وأشياء، أن تكون في تهوية كاملة للغرف. شكرا.